السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة مع بعض هقدم لكم فيديو مشتريات خزين رمضان. انا ما اشتريتش حاجات اول شهر 4، يعني ما اشتريتش مشتريات شهر 4. انا استنيت لما خلصت الحاجات اللي عندي وبقى عندي حاجات بسيطة، وبدأت ان انا اشتري مشتريات شهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين، يا رب يجي علينا بالخير واليمن والبركات، ويا رب يرفع عنا البلاء والوباء يا رب، اللهم امين، وينعاد علينا بالخير يا رب. فالمشتريات بتاعتي النهاردة هي مشتريات كانت ناقصة البيت فعلا، ويعتبر يعني حاجات كتير كانت ناقصاني فاشتريتها النهاردة معاكم. وطبعا هقول لكم على الحاجات اللي انا عيناها ومن الفيديو اللي فات، لسه عيناها عندي من الشهر اللي فات. بتمنى يا رب الفيديو بتاعنا النهاردة يعجبكم، والاسعار ان شاء الله اقول لكم عليها باذن الله. بتمنى تحطوا لايك كتير جدا للفيديو ده وتوصلوا لاكبر عدد من اللايكات. والله يا جماعة اللايك بيرفع الفيديو، وبستنى منكم اللايكات لان حاسة ان انتم مقصرين قوي معايا قوي 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 في اللايكات، فياريت تحطوا لايك للفيديو ده. وتحياتي لكل حبايبي وكل صحابي اللي دايما بيدخلوا عندي ويكتبوا لي كومنتات حلوة، ربنا يجبر بخاطركم ويفرحكم يا رب زي ما بتفرحوني. يلا بقى نشوف المشتريات بتاعتنا النهاردة. اول حاجه انا كنت شاريه الشهر اللي فات سكر، فخلاص خلص، يعني انتوا متخيلين ان هو كميه؟ لا خلص، عشان شغل القناه بيستهلك مني سكر كتير، فجبت هنا نص شكاره سكر. شكاره السكر ب 160 جنيه، انا جبت 10 اكياس نص شكاره بكام يا ام ملك؟ ب 80 جنيه. تمام، ال 10 اكياس ب 80 جنيه، يعني الكيس ب 8 جنيه. جبت كمان كيس مكرونه ستار، انا عندي شكاره مكرونه، انتوا عارفين كرتونه مكرونه، اسفه، كنت جايباها الفيديو اللي فات، ف لسه عندي منها كتير طبعا. فجبت بقى كيس مكرونه اللي هي القواقع دي، انا ما اعرفش الماركه دي بصراحه، ما جربتهاش قبل كده، فخفت ان انا اجيب كتير، فقمت جايبه كيس قلت اعمله كده على مرتين للبنات، وما شاء الله هو كيلو حلو جدا، ومش عارفه بصراحه هيبقى عامل ايه معايا في الاكل، فجبت كيس واحد قلت كتجربه. تمام، الكيس ده كان ب 8 جنيه ونص تقريبا، 8 ونص 9 حاجه زي كده. جبت كمان دقيق اللي هو الذره الصفراء اصفر، ده بتعمل منه بقى اللي هو بعمل منه كنتاكي، واللي هو الفراخ المقرمشه، وبعمل منه الكيكه اللي هي البسيسه، وبتعمل منه اللي هو دريدوس، بتعمل منه حاجات كتيره جدا. سالتوني في الفيديو بتاع ماما، انا جبته برده عشان اوضح لكم نقطه، الفيديو بتاع ماما اللي هو بتاع العيش باللبن، بتقولي هو دقيق اللي هو الذره الاصفر، لا يا جماعه احنا ده دقيق ذره اصفر، في نفس النوعيه دي دقيق ذره ابيض، في كده وفي كده، مش اللي هو النشا برده، لا دي ذره ابيض، هتلاقيه مكتوب مكان اصفر ابيض، هو ده اللي ماما مستخدماه. تمام، الكيس ده كان ب 12 جنيه او 12 ونص، يعني معلش انا اقول لكم الاسعار بالتقريب، 12 او 12 ونص، في حاجات مش فاكره سعرها قوي. جبت كمان هنا طبق بيض اللي هو الاصفر ده اللي هو الاحمر، الطبق البيض ده ب 35 جنيه، كان سعره اعلى من كده، كان ب 38 اليومين فاتوا، نزل بقى ب 35 جنيه. جبت كمان بالنسبه للزيت، جبت هنا نص كرتونة زيت برضو، النص كرتونة كانت بمية جنيه، يعني 6 ازايز بمية جنيه، لتر كامل، لتر يعني كامل مش ناقصة، اهو لتر واحد، لتر مش عارفة اهي. تمام، ديت 6 ازايز بكام؟ بمية جنيه، يعني الازازة بأقل من 20 جنيه. جبت كمان اللي هو الدي ايه اللي انتوا تسألونا عليه، انا بستخدم دي ايه الفتره اللي فاتت، بستخدم دي طيبه حلو جدا، الكيس منه ب 8 جنيه، فجبته، فجبت 3 اكياس، وانا عندي كيسين اهو، انا جبت 3 بس، يعني انا كنت بس عشان الشيل، فانا جبت 3 وان شاء الله هجيب تاني، وانا عندي كيسين، فقلت كفايه الخمسه لحد ما يخلصوا، هجيب بقى على ايه؟ على العيد، يعني قبل العيد كده ب 10 ايام ولا حاجه هجيب تاني للعيد. جبت كمان كان في عرض في اوكازيون على اللبن اللي هو الحليب، دي ب 13، المفروض ان سعرها مسعر 13 ونص. تمام، كان عليها عرض ب 12 جنيه، فجبت منها 4 ازايز زي ما انتم شايفين بالشكل ده، 4، عندي ولاد مش بيحبوا اللبن اللي هو بيجي من عند اللبان، بس بجيب لهم ده للشرب بس، لكن بقى بعمل نسكافيه، بعمل اي مشروبات، اي وصفه معاكم بستخدم اللبن اللي هو الطازه الفريش بتاع اللبان. معايا هنا كمان مكرونه لازانيا،
مكرونه لازانيا العلبه دي ب 10 جنيه او ب 9 ونص، يعني بقول لكم الاسعار بالتقريب لان مش فاكره الاسعار والله قوي. يعني قلت اجيبها كده نعملها يوم في رمضان، يكون مثلا عندي اكل باقي من اليوم اللي قبله، وبقوم عامله جنبه صينيه حاجات من دي، بتبقى سهله وسريعه وما بتاخدش وقت خالص. لو انتم حابين تشوفوا طريقتي فيها، طريقه حلوه جدا ومميزه وطعم مفيش احلى من كده. هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف بامر الله. جبت كمان اللي هو ريتش باك البقسماط، الماركه دي حلوه جدا، يعني افضل ماركه بالنسبه لي. انا جبت الشهر اللي فات ماركه لو تفتكروا، يعني ما عجبتنيش بصراحه، ما عجبتنيش خالص تمام، لكن دي حلوه جدا، يعني بصراحه بتطلع البانيه او بتطلع اي حاجه بستخدمها فيها بتطلعها بسم الله ما شاء الله جميله جدا. جبت 2 بقى عشان رمضان وكده، وناوي اعمل شويه تفريزات برضو قبل رمضان على طول، لان مش بحب اللحوم اللي طول في الفريزر. فجبت ايه كيسين، الكيس ب 11 جنيه. عندي هنا كمان رز البسمتي، ده من عند هايبر ماركت، ده الكيلو فيه ب 14 ونص، دولت ب 14 جنيه 79 قرش، يعني كيلو ويعني فوقهم 20 جرام. انا كنت جايبه 2 كيلو على اساس التجربه، يعني نجرب كده، لو عجبنا نجيب برده تاني قبل رمضان. فابو ملك عمل لنا بيه، ان شاء الله خليه يعمل لكم، قولوا له في الكومنتات ان انتوا عايزين طريقته في عمل الكبسه، بيعملها حلوه جدا. بصوا تحفه 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 لاقصى ما تتخيلوا، بجد الريحه كانت فظيعه. فقولوا له في الكومنتات ان انتوا عايزين طريقه الكبسه على طريقة ابو ملك، وعشان اخليه يصور لكم الحلقة دي لانه مش راضي خالص. فجبنا الاتنين، جبنا كيسين من ده، جربنا كيس والتاني، هو مش هديله 10 على 10، اديله 9 على 10، بس بجد طريقة ابو ملك كانت مميزة، فخلته هو ده اللي خلاه حلو. جبنا كمان صلصة بيتزا، انا بعملها معاكم دايما في القناة، بس اوقات البنات يطلبوا مني فجأة عايزين بيتزا، بقوم عامله عجينه بسرعه، وام لما بيكون عندي صلصه البيتزا دي بتشجعني جدا. فجبتها كان سعرها 14 جنيه، فكانت حلوه جدا، و يعني بتسعف تمام. اهم حاجه حافظ عليها في الفريزر، وتحطي بعد ما تفتحي وتستخدمي حطي نقطه زيت بسيطه وغطيها تمام. جبت كمان صلصه بيوريه اللي هي من عند، كنت جايبها من عند اوكازيون، كانت ب 5 جنيه تقريبا، حلوه، باخد منها كده معلقه لما بيكون طماطم يعني مش حمر قوي، بتظبط معايا الاكل، بس ما بستخدمهاش يعني كلها للاكل. بعرف ناس بيعملوا منها محشي كامل، ازاي يا جماعه، ازاي يبقى الطعم عامل ازاي اصلا، بس باخد منها معلقه بس كده تخلي اللون احمر مش اكتر من كده. جبت كمان هرسه الشطه دي، حلوه جدا، ويعني انا كنت ناويه ان انا اعملها بصراحه وبعملها في البيت، بس اللي خلاني ما عملتهاش ان الوقت عندي ضيق جدا، وكمان يعني الفلفل اليومين دولت غالي، يعني انا عشان اعمل برطمان زي ده هكلفه. فجبت اللي هو الجاهز ده، كيلو الفلفل الاحمر ب 15 جنيه اي فلفل، فقلت لا انا هجيب دوت اوفر وارخص، وكمان ما عنديش وقت، وان شاء الله يكون انضف باذن الله. هي الماركه حلوه، وكمان الدوت كان ب 12 جنيه تمام، جايباه من سوبر ماركت عبوده عندنا هنا في بلدنا دنجيه، بس الماركه دي حلوه لو شفتوها هاتوها. جبت كمان هنا ايه اللي هو من هاينز، جبت اللي هو الهوت شطه حاره، جوزي بيحب الحاجات الحاره جدا هو وبناتي، فبجيبها كده بيحطوها على اي اكل بتكون طعمها حلو جدا، دي تقريبا كانت ب 9 جنيه. جبت كمان مستردة برضو جايباها من عند ماركت اللي هو هايبر ماركت عندنا في شربين، هبقى اقول لكم ان شاء الله، احاول افتكر يعني احاول اوصف لكم العنوان كده في اخر الفيديو عشان ما اطولش دلوقتي. الصوص دوت حلو جدا، يعني بنتي مرام بتحبه قوي، وكمان بستخدمه في التتبيلات وكلام من ده، مش فاكره سعرها الصراحه يعني. جبت كمان صوص الشوكولاته، ده انا اول مره اجيبه، انتوا عارفين ان برده بعمل الصوص عندي دايما في القناه، وبيكون موفر واقتصادي ورخيص، هسيب لكم اللينك بتاعه برده في صندوق الوصف، بس انا جبته لسبب، اوقات بكون عامله كيك وما عنديش شوكولاته خام، او برده ما عندي، او بعمله برده من غير شوكولاته، بس يعني ببقى عايزه حاجه زي بقى بسرعه، فقلت برده عشان الوقت ضيق عندي جدا فجبتها، بس مش عارفه بصراحه الماركه دي حلوه ولا لا. انا جايباها من سوبر ماركت هايبر ب 45 جنيه، وحاسه ان انا ندمانه ان انا جبتها، مش عارفه ليه ندمانه ان انا دفعت دي 45 جنيه الصراحه. جبت كمان كاتشب،
النوعيه دي حلوه جدا، دي اصلا من منتجات هاينز. انا برضو والله بعمل كاتشب في البيت، بس والله بقى لي فتره ما عملتوش، فبضطر ان انا اشتري لان عندي ملك بنتي بتحبه قوي، فديت كانت ب 13 جنيه. جبت كمان الماكستيلا، دايما بتشوفوها عندي، بجيبها بدخلها في الوصفات بتاعتي، بعمل كده بها ساندوتش الصبح كده وافطر بسرعه سريعا، فديت ب 38 جنيه، كان عليها عرض عند سوبر ماركت عبوده عندنا على الشط يا جماعه، تعالوا له والله ما شاء الله اسعاره حلوه جدا، وكل حاجه بيجيبها بتبقى جميله اهو، قلت لك اعلان يا محمد. كمان ايه تاني جبت من عنده؟ خميره، دي خميره اللي هي دريم، خميره حلوه جدا، بحب اجيب الباكيتات ديت، بتكون حلوه وفيها معلقه يعني بحط الكيس ده على الكيلو وخلاص، هو بعمل وصفتي بتبقى بسم الله ما شاء الله جميله جدا، دريم من الماركات الحلوه. جبت كمان اللي هو النسكافيه، وجبت كمان بيكنج باودر، وجبت من عند برضو من سوبر ماركت عبوده، جبت اللي هو الكاستر ده، النوع ده عايز اقول لكم حلو جدا، ولا تقولي بقى برطمانات كامله ولا كلام من ده، الكيس ده حلو قوي ومكتوب عليه الطريقه ورا اهي، وما شاء الله بينجح معاك الوصفه، بس اهم حاجه اعملي كله على البارد، على البارد يعني، حط الكيس ده على كوبايتين نص لتر حليب وبتقلبيهم على البارد وحطيه على النار، بيطلع معاكي احلى كاستر. جبته برضو عشان ابقى اعمل بيه وصفات، وكمان انا عندي برضو منه باقي من الشهر اللي فات. جبت كمان عندي اللي هي خلطة البشاميل، جبت كمية، انا جبت 5 وعندي برضو في بواقي، عندي دايما بحب اعمل بشاميل بيه، يعني اي بشاميل اللي بعمله بالخلطة دي بيكون حلو جدا. هتقولي ما بتعمليش بشاميل ليه بالسمنة والزبدة والسمنة ولاد وكلام من ده والدقيق، انا بعمله حلو جدا، مفيش واحدة ما بتعرفش تعمله، بس بحس ان ده حلو وبيطلع معايا الطعم احلى بكتير من ان انا كمان اعمله في البيت، وحاجة كده سريعة ما بياخدش وقت. الكيس منه جايباه من عند اوكازيون ب 4 جنيه ونص، ب 4 جنيه ونص، تمام. جبت كمان ده كيس خلطة كفتة، يعني اوقات بعمله كده لما بكون مستعجلة بقوم عاملة ايه بسرعة. جبت كمان فيجيتار حر، ما بجيبش البارد، لان انا لما باجي اعمل بانيه بحطه على البقسماط ده، بتديني طعم حلو جدا جدا وبيطلع اللون ذهبي وجميل، يعني باخد الكيس على شويه بقسماط وبقوم عامله الوصفه بتاعتي. جبت 6 اكياس، مش عارفه هو باين الكيس ب 2 جنيه. جبت كمان شاي، انا بحب الشاي اللورد حلو جدا، يعني في ناس ما بتحبوش، انا بقى بحبه، لان انا مش من النوع اللي بجيب كوبايه شاي كده واشربها وكلام من ده، لا انا بعملها كده ببلع بيها جنب ساندوتش حاجه، فمش بهتم بطعم الشاي قوي، بس انا بحس ان هو خفيف وحلو بصراحه، ما بجيبش الا هو، ولو جبت بقى لو ملك بجيب له ليبتون، يعني بجيب له ملك ليبتون، لكن ده ليا. وفي شاي اسمه الكابوس حلو جدا جدا جدا، لو جربتوه هيعجبكم. كمان جبت حلاوه طحنيه، دي بحاجه و40 جنيه، من عند برضو ماركه عبوده، البوادي، انا بحب ماركه البوادي جدا ودايما بجيبها. جبت كمان عسل اسود حلو، وكنت عايزه اعمل، عارفين اللي هي الخميره البيره، الخميره مش الفوريه، البيره اللي هي العجينه دي، عايزه اعملها، فجبته عشان ان شاء الله هبقى اعملها لكم، ما اعتقدش ان هيكون قبل رمضان خالص، الوقت ضيق وعندي فيديوهات كتير لازم اعملها، فجبته، هو كان ب 12 جنيه تقريبا، ده جايبين عندي اوكازيو. انا مش بناكل يعني عشان بقى رمضان وكده، ما بحبش المربى كتير، يعني بستخدم منها حاجات بسيطه خالص، وكمان بقى لما بكون هنعمل البيتي فور باخد منها بضربها كده ضربه وبستخدمها في البيتي فور عشان الزق بيها البيتي فور او عسل ابيض، المهم يعني ان انا استخدامي لها مش كتير، فما رضيتش اجيب اللي هي الحجم الكبير، جايبه الحجم الصغير على قد استخدامي، دي ب 14 ونص، لكن الكبيره كانت ب 19 ونص تقريبا، تمام. جبت كمان الملح، جبت علبتين ملح، بحب النوعيه ديت، وفي نوع تاني اللي هو علبته بيضه شويه، بجيب ده او ده، اللي بلاقيه قدام بجيبه، فما لقيتش الا ده اللي هو نور بحبه، فبجيبه على طول، يعني مش عارفه بقى هي ب 5 او ب 6، والله مش متاكده من الاسعار بجد، دماغي اليومين اللي فاتوا تعبت جدا ومش قادره اركز في الاسعار. جبت كمان ايه السكر، مش السكر، لا حول الله يا رب، جبت عدس، العدس ده حلو جدا، الكيلو منه ب 20 جنيه، تمام. يعني اوقات بنزهق بقى من الاكل كل يوم لحوم في رمضان، فبعمل يوم كده ايه حاجات نواشف وعدس والكلام من ده. جبت كمان اللي هو الذره بتاع الفشار، دولت ب 10 جنيه. جبت، كنت انا جايبه كيلو
كيلو اللي هو الفول اللي هو بتاع التدميس. فالفوالة بتاعت ماما ما خدتش غير يعني ماما عملت كيلو نص كيلو وده نص كيلو تاني، النص كيلو ب10 جنيه. انا كنت جايبه الكيلو ب20 جنيه. الناس اللي سالتني عليه تبقى حبيته فيها خضار شويه كده، دي بتبقى حلوه، بتبقى معاك زي الزبده، وبيكون هو ده اللي بيستخدموه في المحلات. في نوع تاني اللي هو البلدي بتبقى كبيره قوي شويه كده، ما بستظرفوش خالص، مش عارفه ليه. جبت كمان الغله، الغله دي انا بجيبها كل يعني شهر اي وشهر لا. فانا كنت بالمره كده جبتها، دي الغله بتاعت البليله، بحب اعملها كده انقحها واغليها واصفيها وعينها افرزها في الفريزر، يا دوب كده يكون مثلا عايزين نغير في نوعيه العشاء مثلا، اطلع احطها في شويه لبن على شويه مكسرات وجوز الهند، وبعمل احلى طبق بليله. تمام، فبجيبها كده وبفرزها وبتقعد عندي مده طويله. نص كيلو ده، نص كيلو ب5 جنيه. جبت كمان طبعا انا هيكون من هستخدم اليومين الجايين الفلفل الاسود كتير، فانا عندي يعني قطعنا وعندي، فهسيب ده مش هستخدمه، مش هطحنه دلوقتي، بس شايفين بيجي معاه ورق اللي هي الزر الاحمر، والكمان اللي هو عواد القرفه، وكمان اللي ورق اللورا، ويعني بيجي معاه واللي هي اسمها ايه قولوا معايا، بيجي معاه كل الحاجات بتاعته. تمام اهم، ودولت كانوا ب20 جنيه، ورخص اليومين اللي فاتوا، فدولت كانوا ب20 جنيه، هيقعدوا عندي مده طويله برضو. تمام، جبت كمان اللي هو الليمون المجفف، عشان ابو ملك بيحب ان هو يعمل كبسه دايما، فأنا انا بعملهاش، هو اللي بيعملها على فكره. فجبت هنا اللي هو الليمون اللي هو المجفف، دولت ب5 جنيه. جبت كمان كزبره، مش فاكره دولت بكام، كزبره ناشفه. وجبت كمان اعواد قرفه ب5 جنيه. طبعا لما باجي اطحن، اقول لكم لما باجي اطحن بقى الفلفل، بحمصه كده على في طاسه تيفال، بحمصه كده على النار، وباخده واحط عليه ملح، وبحط عليه اللي هو الحبهان، وبضربه، بيبقى طعمه وبيظبط الاكل بطريقه يعني بحط فيه كل حاجته. تمام، جبت كمان شطه حمراء، دولت بينهم ب5 جنيه تقريبا او ب5 جنيه. ما بحبش اكتر في التوابل، بجيب توابل على قد يعني. هتقولي جايبه كميات قليله، امال ده احنا بنشوف ناس جايبين كميات كبيره، انا ما بحبش خالص خالص ان اجيب كميات كبيره خاصه في التوابل. شايفين القرنفل، جايب دولت ب5 جنيه برضه، بقعد عندي على فكره، بقعد عندي مده طويله، بعملهم بحط فيه في الكاتشب، بنعمل بيه شاي، بنحطه في الكبسه، يعني ليه حاجات عندي اللي هي مش كل يوم، استخدام مش يومي بالنسبه لي. عشان اكون بقى خلصت كل الحاجات اللي هي بتاعه الجبن والحاجات بتاعه الثلاجه، انا جايبه هنا 2 كيلو جبنه، الجبنه دي بنقول عليها جبنه دايره. تمام، الله يصلح حالك يا نادي يا رب. بجيب من عند الناس جيراني، هما بيعملوها في البيت، فبتبقى عاملها كده طازه وحلوه، وما شاء الله طعمها جميل جدا. اسمها دايره، مش اللي هي الجبنه اللي هي لسه معموله حد قوي، لا بتبقى ولا هي قديمه قوي ولا جديده قوي. الكيلو منها ب30 جنيه، بجيب منهم دايما، ما شاء الله جميله قوي. لسه بقى ان شاء الله اقطعها وبحطها في التلاجة، في علبة التلاجة، وعليها لبن، وبتقعد معايا مدة حلوة. تمام بقى، بعد كده هنيجي بقى على الجزء ده، نيجي بقى على المنظفات والحاجات اللي هي من محل الورقيات. دولت اللي هي الاسبونش، جايباه برضو من محل من سوبر ماركت عبودة، دولت اسبونشات جديدة بس عجبتني قوي، ما شاء الله خامتها حلوة، اللي هي بقى صلاحية سنة. تمام، صلاحية سنة، ماشي يا بروفان. ديت جايباها من عند محل سوبر ماركت عبوده، ما شاء الله جميله جدا، وماركتها دي ماركتها، لو لقيتوها هاتوها جميله. جبت كمان اللي هو الورق الاسترتش ده، كنت معاكم في الفيديو بتاع الروتين اللي هو يوم السوق، كانت خلصت مني، فكنت لسه جايبه دي، استخدمتها معاكم، جميله جدا النوعيه دي، حلوه قوي اهي، مش عارفه اسمها ايه، استرتش اهو اللورد، النوعية دي حلوة جدا، وكان ب30 جنيه ما شاء الله، الكمية فيها حلوة، مش عارفة كام متر بالظبط، بس ما شاء الله بتقعد عندي مثلا قولي 7 شهور، وانا استخدامي اصلا الموضوع ده ليها كتير، يعني بستخدمها كتير. كمان جبت كمان مفرش السفرة بقى عشان رمضان، دي ب20 جنيه ما شاء الله، يا كام كانت تقريبا 30 متر، 30 مفرش، يا 30 مفرش، يعني ان شاء الله تقعد معايا رمضان كله، حلوة جدا وب20 جنيه. جبت كمان من عند نفس الراجل
اكياس ثلاجه اللي بجيبهم ما شاء الله بالخمسة جنيه وبالعشرة جنيه، بقعد عندي مده حلوه. فجبت انا عندي اللي هي الرول، انا عندي اللي هي الرول تمام. فانا بجيب اللي هي عارفين الخامه اللي هي بتلمع دي عشان اللبن، دي بتاخد لتر حليب مرتاح يعني بربطه كويس كمان، اللي عارفين النوعيه اللي بتلمع دي فبجيبها دايما بتكون عندي، ودايما في فيديوهات المشتريات بتاعتي بشتريها. عندي بقى اللي هو الرول ده بجيبه من عند اوكازيون، بس شايفين الخامه بتاعته ضعيفه شويه، بس بستخدمه هو حلو برده، ومسته ان هو منظم مش بيبهدل الدنيا، بس يعني ايه حاسه ان خامته خفيفه، فبستخدم ده وده، وده يعني في حفظ الخضار حلو تمام. الرول ده كان ب 20 جنيه تقريبا. جبت كمان صابون مش عارفه الماركه دي يفول ولا مش عارفه اسمها ايه، دي الاربعه ب 15 جنيه، مش عارفه بصراحه اول مره اجيبها، انا جبتها بس للحمام بس ما اعرفش بصراحه هي حلوه ولا وحشه، بصراحه ما جربتهاش. جبت كمان مسحوق الغسالة الاطباق اللي هو مساعد الشطف، ديت ب 30 جنيه تمام. كنت انا دايما كنت بجيب من عند سوق تركم، بجيب ماركه لا اله الا الله استنى بفتكرها، اللي هي اللوديفيك، بجيب منها المساعد الشطف، وبجيب منها الملح، وبجيب منها الاقراص وكل حاجه والبودر، بس عشان موضوع الحظر واليومين اللي فاتوا دولت بصراحه ما رضيتش ان اروح، يعني ما بعتش جبت طلبيه ما اضمنش هتيجي امتى وانا دايما بحتاجهم، فجبت بقى من عند هايبر ماركت، جبت اللي هو الماركه اللي هي فيبا تمام، وجبت برضو الماركة فيبا في الملح. انا عندي المسحوق وعندي البودر، بس يعني ايه قلت لما اجيبه بقى من هنا اقرب، الكيلو ده ب 30 جنيه تمام، قلت كده اقضي الغرض بيهم الفتره الجايه. جبت طبعا بيرسول اليومين اللي فاتوا، طبعا هاموش ودبان يا رب عافينا يا رب بقى، دوت حلو جدا الحمد لله طبعا على كل حال، بس يعني ايه دوت الدبان حلو جدا بحبه قوي، لما بكون خارجه لو خرجت من البيت انا والولاد رحت عند امي اي حاجه بقى ايه برشه وبسيبه ما شاء الله ما بيخليش اي حاجه في الشقه خالص. جبت كمان مناديل، المناديل دي انا عندي مناديل المطبخ، كنت جايبه ستة رول لسه عندي، عندي منهم ثلاثة فما اشتريتش الشهر ده، قلت بقى الشهر الجاي عشان انا جبت حاجات كتير قوي الشهر ده، او يا مش رمضان والحاجات دي كلها ان شاء الله هعمل لكم بقى فيديو منفصل، حاسه ان الفيديو ده هيبقى طويل، فقلت بقى ايه اعمله فيديو منفصل وكمان عليه مشترياتي من اللي هي مستلزمات الحلويات، يعني اعمل لكم فيديو بالحاجات اللي باقيه لوحدها منفصل. دي ب 10 جنيه. جبت كمان اللهلوبه، اكيد انتوا كلكم عارفينها، دولت متابعه عندي وفتح قناه جديده ان شاء الله هحاول افتكر احط لكم اللينك بتاع قناتها في صندوق الوصف، هي عندنا من بلدنا من الدنجيه عامله قناه ربنا يا رب يوفقها. ديت انا جايبه منها اللي هي اللهلوبه، هي ادتني الاثنين ب 31 جنيه يعني بسعر اللي هي كبيره تمام، لان ما كانش عندها متوفر فهي ادتني، المفروض دي الواحده ب 20 جنيه، ادتني الاثنين ب 31 جنيه. جبت كمان منها اللي هو كلين بتاع المنظف ولمع ومعطر اللي هو بتاع الاخشاب، انا بصراحه دي من ماي واي برده، بس انا بصراحه ما جربتش الماركه دي خالص قبل كده، فقولوا لي بقى في الكومنتات لسه ما جربتهاش، قولي يعني حلوه ولا عامله ايه في الاستخدام. هي دي بيجي معاها غيار، حاجه اسمها غيار كده، بتبقى علبه مقفوله من فوق، بتاخدي دي وتحطيها لما دي بتخلص بتغيريها على الثانيه، بس هي قالت لي ان هي لسه ما جاتلهاش، فان شاء الله لما تجيلها هتجيبها لي. كان سعر دي 31 جنيه تقريبا برضو تمام، دي بالغيار بتاعها 31 جنيه. جبت كمان ازازه كلور ب 8 جنيه، انتوا زي ما لو تفتكروا انا جايبه في الشهر اللي فات كنت جايبه اربع ازايز فلسه عندي ازازه، فجبت عليها الازازه دي كمان. جبت كمان المعطر ده بريحه الخوخ، حلو جدا بقى الارضيات والتعطير، بحط منه كده شويه على بخاخه وبعطر بيه الشقه بيبقى جميل جدا. هو ده فريديال مش فريده، هو حلو مش غالي ب 25 جنيه وحلو، انا فتحته كده شميت الريحه بتاعته ريحته حلوه قوي، فجبته برده الارضيات والتعطير وكلام من. جبت كمان من ماي واي اللي هو الاكس لارج اللي هو اسمه انا يعني مش عارفه اسم الماركه دي، هو من ماي واي برده حلو جدا، جبته بقى عشان التنظيفات بتاعه قبل رمضان والاعياد والحاجات ديت، كان ده ب 25 جنيه. اللي جربه برده يا ريت يقول لي عليه لان دي اول تجربه ليا معاهم. خلاص كده خلصت مشترياتي، لا لسه في كمان اهو. جبت كمان فيري دوت ب
مش فاكره، ب 26 او 27 جنيه. حلو يا جماعه والله العظيم، احلى منتج لغسيل المواعين هو فوري. هتقولي يا ام مالك انت جايبه دي ليه؟ ده ما انت عندك غساله الاطباق. انا مش طول الوقت بغسل في غساله الاطباق، يعني لما يكون عندي كميه بحط في غساله الاطباق. مثلا تعبانه بحط في غساله الاطباق، لكن لو ربنا عايز نصحى كده وعندي وقت بغسل عادي، ودي بتقعد عندي شهرين. تمام، بتقعد عندي مده طويله. جبت كمان، حبيت ان انا اقول لكم ان انا جبت كمان اللي هي المنظمات ديت اللي هي بتاعت الخزين، حلوه جدا. عايزه اقول لكم ان انا جربتها في الدي وجربتها في الحاجات دي، حلوه قوي. وان شاء الله هعمل معاكم تنظيفات المطبخ وهنرتب وهننظم مع بعض. جبت تاني منهم، جبت ثلاثه من دي، الواحده ب 15 جنيه اهي. في محلات بيبيعها ب 17 ونص، وفي محلات فتحه خير بيبيعها ب 15 جنيه. جميله قوي. انا هتقولي لي يا ام ولد جايبه لا واحده بس وجايبه من دي ثلاثه، انا بكون طقم كله لونه اورنج عشان يكون لون المطبخ بتاعي. شايفين مطبخي لونه اورنج، انا بكون طقم نفس اللون. تمام، ثواني اعدل الكاميرا. ففهمتوا قصدي انا ليه جايباهم وبجيب اللي بلاقيه من اللون ده بجيبه على طول عشان اعمل طقم كامل بنفس اللون. تمام كده. اخر حاجه بقى جبتها معايا هي الكاسرولة دي. الكاسرولة دي تروفال. انا بصراحه عمري ما جربت الماركه دي، بس دايما بشوف حبيبتي وروح قلبي قناه نور شانل بتشكر فيها، فلقيتها عند اوكازيون وسعرها لقيته حلو ب 55 جنيه. قلت اجيبها بقى اعمل بقى السيرب واعمل بيها الحاجات بتاعت رمضان الحلوه دي، اغلي فيها شويه لبن صغيرين، حاجه تكون طبعا عمليه معايا. وان شاء الله لو عجبتني هجيب منها تاني وهجيب منها حلل برده، بس انا قلت اجرب في حاجه كده ايه يعني ما توجعش، فاهميني؟ فجبت ديت. بتمنى الفيديو بتاعنا النهارده يعجبكم، واسفه لو كنت طولت عليكم في الفيديو. وان شاء الله انتظروا مني فيديوهات تنظيفات رمضان بقى الشقه والمطبخ. في الفيديو بتاع روتين يوم السوق طلبتوا مني ان نبدا في المطبخ، حاضر من عينيا هبدا معاكم في المطبخ باذن الله. حطوا لايكات كتير جدا للفيديو ده، وصلوا لاكبر عدد من اللايكات. دمتم في رعايه الله، ومع السلامه.